انتوا دلوقتي من غير الثوره انتوا كان عندكم انماط بتطلعوها، يعني في شخصيات عملتوها كتير جدا في المجتمع، ايه اكتر حاجه لافته نظركم؟ مثلا الحاج احمد لوحده او كريم لوحده، شايف مين الكاركتر اللي ممكن يلعب بيه بقى من بعد الثلاث سنين دول؟ هو ده يعني لو انت بتعمل كاركتر كنت تجيب ده، اجيب حد من الموجودين على الساحه شفناهم في دوله في الثلاث سنين. اجيب مين من الممثلين يعني؟ لا لا، من الشخصيات اللي شفتها. ما انت ايه اللي خلى خيال، ايه اللي خرم سقف الخيال؟ ناس واحداث، في ناس شفناها ما كناش شفناها قبل كده، ما شفناش المناظر دي خالص ولا عمرنا شفناهم. فانت النهارده لو يعني انت مثلا قررت تعمله في يوم من الايام الليمبي، ده كاركتر صح؟ من اللي شفته في الثلاث سنين دول، ايه الليمبي الجديد؟ يعني ايه الكاركتر اللي انت وانت قاعد كده تقول يا خرابي ده لو كان في فيلم كنت عملت بيه وعملت؟ يعني انا شخصيا مثلا اشوف ان محمد مرسي ده كاركتر لازم كان يلعب، يعني لو انا هعمل كاركتر في السيما لازم اجيب شخصيه لا محمد أنا مرسي. لا انا اعرف ان كان ممكن حد يعمل شخصيه حسني مبارك، انور السادات زي ما اتعاملت مع احمد زكي، مع السادات، مع كل الناس الا واحد ما يتعملش. مبارك؟ لا مين؟ مرسي. مرسي ده ده ما حدش يعرف يمثله بذمتك؟ والله ما حد يعرف يمثله. طب والنبي انت شايف كده؟ لا هو هيتمثل طبعا. ده يا رب. ممكن الليمبي يعمل مرسي. يعمل شخصية مرسي ممكن. ليه لا؟ طب